بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الليبيد. الليبيدز أو دهون have six function of the lipids in the body. في ست وظائف للدهون في جسمك. أول حاجة number one long term energy storage، يعني المصدر الطاقة المخزن للمدى البعيد، لكن من the immediate source of energy كان الكربوهيدرات. يبقى الكربوهيدرات is the immediate or ready أو main source of energy، لكن long term energy storage الليبيد اللي هو المخزن على المدى البعيد. Protection against the heat loss، وبالتالي تعمل كانسيليشن عازل، تمنع فقدان الحرارة، بتحافظ على درجة حرارة جسمك. Protection against physical shock، يعني بتحافظ على sensitive organ، على الأعضاء الحساسة، على ذلك هتبقى تحيط بالأعضاء زي الكدن مثلا ضد الصدمات. أو protection against the water loss، تمنع فقدان المية موجودة تحت الجلد، طبعا تمنع خروج مية بكمية كبيرة. Or maybe used as a chemical messenger، اللي هي الايه اللي وصل التواصل الكيميائي اللي موجوده، اللي هو طبعا المشهور اللي هو الهرمونات تايز مي بي بروتين هرمونز اور ستيرويدز. هرمون والستيرويدز منشاها من الايه الليبيد، لكن لو اقول لك البروتين هرمونز مثلا زي الجروس هرمون او الانسولين ده منشأ بروتيني، فهي مصدر مهم جدا للاسترويد هرمونز زي الاستروجين والتستوستيرون والبروجسترون. Six function of lipids which is the major component of the membrane، معظم منشأ الخلية مصنوع من الدهون، نوعها ايه الفوسفوليبيد اللي هي الدهون الفوسفورية. We have two forms of lipids. Number one, which fats، الدهون. رقم 2 اللي هو الأويلز اللي هي الزيوت. الفاتس solid at room temperature، دي لو درجة حرارة الغرفة بتبقى صلبة، like the butter or like البتر اند اللارد وزوليه والبتر، وده animal origin، ده منشأ حيواني. طيب الأويلز liquid at room temperature، دي بتبقى سائلة في درجة حرارة الغرفة، ودي plant origin منشأها نباتي. يبقى الفاتس والأويلز. بعد عندنا الليبيدز، هنتكلم إن شاء الله على تريجلسرايد والأويلز، في الواكسز، في الفوسفوليبيد، استرويد هرمونز، وفي كمان الفات سوليبل فيتامينز. عندك الفيتامينز ده نوعين، إما يكون ووتر سوليبل أو فات سوليبل. زي الفات سوليبل زي إيه؟ زي فيتامين إي، فيتامين دي، فيتامين إي، and فيتامين كي. All of these derived from lipids. So the lipids are very important for our health. The fats and the oils are formed of، اللي هو الدهون بقى عبارة عن ايه؟ الماكرومولكيولز composed of monomer. First اللي هو الجليسرول which is the smallest alcohol، اللي هو COOH with 3 carbon as you see، and the fatty acid. يبقى عشان تكون الدهون لازم يكون عندك alcohol and fatty acid. طيب يقولوا if you have حمض، لو عندك حمض وقاعدة يدي مثلا ايه ملح وماء زي الماء. طب لو انت عندك الوقت حمض او حمض دهني زائد كحول يدي ايه؟ يدي استر ومية، تطلع المية. يبقى الدهون عبارة عن ايه؟ الليبيدز ار استر او فات اسيد، يبقى عبارة عن استرات. الاسترز دي comes from ايه؟ joining of glycerol اللي هو الكحول، أبسط كحول، والفاتي أسيد. طيب how are formed؟ formed by condensation and breaks down or digested in the intestine by hydrolysis reaction. الفاتي أسيد as you see can be saturated، يعني no double bond، زي دي كده تبقى single covalent bond، وانا single covalent bond between الكربون، or maybe have double bond. لو عندك ده single bond يبقى ده saturated fatty acid، لو عندك one or more double covalent bond يبقى ده unsaturated fatty acid. The link now between the glycerol and fatty acid. If you add only one fatty acid to the glycerol, you will release this water molecule. And now the formed is monoglyceride. يبقى أنت يبقى عندك monoglyceride. لو جيت تشوف اللينك between them هتلاقي عبارة عن OO اللي هو رابطة إسترية الإستر بوند. يبقى ده monosaccharide. طيب if you add another fatty acid you will remove another
ووتر موليكيول، يبقى انت هنا عندك ووتر موليكيول وهنا كمان ووتر موليكيول. And this now called di glyceride، يبقى ده جليسريدات ثنائية. طيب if you add another fatty acid to the carbon 3 you will remove another water molecule, so I have now three water molecules and I have triglyceride. يبقى triglyceride between glycerol و 3 fatty acid, المونوغليسرايد between الجليسرول 1 fatty acid, الدايغليسرايد between glycerol and 2 fatty acid, triglyceride composed between 3 fatty acid and glycerol and release the 3 water molecule. This type of reaction is dehydration reaction, removing of water or condensation, and you can break down the bond, the ester bond D, by adding a water molecule through the hydrolysis reaction to release 3 fatty acid and 1 glycerol. Emulsification, عملية الاستحلاب. Emulsification means the fats mix with water. يبقى لما تقدر تخلي الفاتس يحصل له mix مع الوتر يبقى انت عملت عملية اسمها emulsification يعني استحلاب. Emulsification occur by emulsifier هو المستحلب. يبقى emulsifier can causes fats to mix with water and form emulsion, وعشان كده بتكون حاجة اسمه emulsion أو مستحلب الدهن. They contain molecules with non-polar end and polar end. يعني تيجي تبص ده اللي هو الemulsifier يبقى فيه polar end with has a charge and non-polar end has no charge. This is hydrophobic and this is hydrophilic. ده بيكره المية بيهرب من المية وده بيحب المية face outward toward the watery solution. So when you add the emulsifier to the lipid molecules, this lipids surround themselves يعني بتحيط بالدهون كده زي ما انت شايف. النونبولر يمسك الجزء الدهون ويدخل للداخل بيهرب من الماء، لكن ال face outward the water اللي هو ال heads face outside the water and now this makes the fats mix with the water and form an emulsion. Now the droplet disperse، يبقى في الحالة دي تبدأ ان هي تنتشر في المية which is mean emulsification has occurred، وده يبقى عندك عملية استحلاب وتكون الامولشن. Emulsification takes place in our outside the body, like when dirty clothes washed by soaps or detergents. لما تغسلها بالمنظفات طبعا ده خارج الجسم. داخل الجسم also we have also prior to the digestion. قبل عملية digestion of the fatty foods لازم يحصل للفاتس دي ايه emulsified by the bile juice بالعصارة الصفراوية اللي مقصود يعني اللي هو البايل salts. البايل secreted by the liver هي بتتفرز من الليفر وستورد in the gallbladder للحصيلة الصفراوية for emulsifying the fats prior to the digestive process قبل عمليات الهضم. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.